الانفلات الأمني في بورسعيد زاد عن حده وأصبح غير مقبول. أصبحت البلطجة سمة الكثيرين، بل مهنة لكل الأعمار في الليل وفي وضح النهار. وفي شارع تقاطع محمد علي وجينا عند قهوة الفلاح، ضربوا على ظابط نار وطلعوا يجروا بعربية ربع نقل بدون نمر، ودي يعني حاجة واضحة للجميع. ما فيش أمن النهاردة، النهاردة الكلام ده واضحة للجميع. من كام يوم سرقة المحل اللي احنا وغير كده بيحصل ان هو النهاردة تيجي تبص تلاقي بتاع الامن ده حصل الكلام ده، اتصرفوا اتصرفوا، وكل واحد النهاردة يجي بيخلص حقه ويجيب حبة بلطجية يضرب، بيضرب الناس على المواطن العادي. البلد ده عمرها ما كانت كده، يعني البلد دي كانت عمرها في استقرار وكده، كان الواحد بيتأخر بالليل في أي مشوار بيروح بيجي ما كانش فيه مشاكل، لكن بصراحة لازم الشرطة ترجع زي الأول وأحسن، لأن كده مش هينفع الوضع ده بصراحة. احنا مش أمنين على أولادنا ولا بيتنا حتى ولا بيوتنا كمان. في بورسعيد البلد بلد كويسة جدا وأهلها طيبين، بس في مشكلة إن الشرطة عندها تقاعس شديد جدا في بورسعيد. لو شفتوا من كام يوم حادثة الأمين وبعديها معرفش حادثة الصيدلية، مع الحادثة دي أحداث مرعبة، ولكن المشكلة في بورسعيد مفيش تواجد أمني، ضعيف جدا جدا، يعني تعتبر يعني ما يسويش تواجد أمني في قرية. مدينة كبيرة زي بورسعيد اللي المفروض بلد سياحية كبيرة ومحافظة كبيرة سياحية من الطراز الأول، أمال السياح بقى؟ سيبك من شعب بورسعيد، السياح يخافوا على نفسهم؟ مفيش أمان خالص في بورسعيد. والله أنا رأيي إن انفلات الأمن هنا في بورسعيد يعني ظاهرة غريبة جدا، وبعدين أنا مش عارفة كمية الأسلحة اللي متواجدة هنا في المدينة دي، مع إن إحنا مدينة صغيرة يعني ما تعتبرش إن هي كبيرة، يعني تلاقيهم هم كان الأول بيتخانقوا بمطوة بتاع، دلوقتي بقت موضة قديمة، دلوقتي هم كل واحد شايل سلاح شايل الرشاش، دلوقتي إحنا بنخاف على عيالنا جدا قوي، لما بينزل الدرس بخاف عليه جدا، لدرجة ان هو يعني ابني الكبير ماشي عادي جاي من الدرس، فوجئ ان هو موتوسيكل وقف في وشه ورفع عليه الرشاش عشان دخل فيه، فبيقول له انا هقتلك. طب هو ابني عمل ايه عشان هو هيقتله؟ فاحنا دلوقتي عايشين في رعب، مش قادرين ننزل، مش قادرين ان احنا يعني بنروح شغلنا، واحنا قلقانين على عيالنا في البيوت، فانا مش عارفة يعني. وبعدين مدير الامن هنا متقاعس جدا ونايم على نفسه، ما عندوش فكرة بحالته المواطن. انا عربيتي كانت اول امبارح هتتسرق، عربيه اهو العربيه ديت كانت اول امبارح هتتسرق من تحت البيت، واخد بال حضرتك؟ ونزلت لقيت الازاز مكسور والتسجيل مسروق ومفيش امن، البلطجيه بيطلعوا على الشارع، البلطجيه بتخش المحلات، محل بيومن السرق. اللي بيحصل في بورسعيد ده بيعتبر فوضى، والناس المسؤولين في بورسعيد مفيش حد بيحب البلد ولا بيخاف على البلد، الناس ديت بتدل ان الناس ديت مفيش اهتمام بالمواطن حتى في اي مكان ايا كان. حتى المستشفيات النهارده، المستشفيات موجوده النهارده من غير تامين، من غير تامين شرطي، بدليل ان الاطباء النهارده بيشتغلوا تحت تهديد، التمريض بيشتغل تحت تهديد، مستشفى الزهور دي بتقابل حوادث طريق، ان كل يوم مسجلين خطر بيقوموا بالمستشفى وبتعدي على الاطباء وعلى هيئه التمريض. انا قاعد في بلكونتي وناس بالمستكلات بيضربوا نار بقالي، مفيش امن في بورسعيد خالص. وبعدين النهارده محترم ليك يا باشمهندس، ازاي محل زي ده في عماله وفينا شغاله، ازاي يخش عليهم يبقى مغزى ناس بقالي، وفي شارع وشارع شايف الشارع يا باشمهندس، شوف الساعه 2 اهو، شايف الشارع النهارده اجازه. انا حزين بورسعيد تتحول الى هذه الدرجه من السوء والانفلات الامني والاخلاقي، ده شيء ما حصلش قبل كده بورسعيد. انا شايف ان كل الخطر جاي من بحيره المنزله، لابد من تعاون القوات المسلحة فورا. ها يعني السيد مشير يتدخل بشكل خاص جدا جدا في حل هذه المشكلة وضرب البؤر الإجرامية الموجودة في بحيرة المنزلة. بورسعيد المدينة الصغيرة هي نفسها المحافظة وبها قوات أمنية تزيد عن حاجتها، لكنها تصرخ وتتزايد كل يوم شكوتها. ترى متى تنتهي من كبوتها؟ من بورسعيد رابح رخا.